مشاهدينا متابعينا الكرام، وتحيتنا تتجدد إلى مسامعكم وحضراتكم. تحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لزملائي على التواصل في الأشواط الماضية. نتواصل من أرضية ميدان المرموم وعبر شاشة دبي ريسنج في النقل الحي والمباشر في مؤسسة دبي للإعلام في هذه الانطلاقات، ومن ميدان المرموم سن اللقاية في هذا المساء، ومع الشعارات أصحاب السمو الشيوخ ينطلق ثالث أشواط مساء هذا اليوم. الشوط الثالث خاص بالابكار اللقاية، يحمل شعارات في هذه المؤسسات العملاقة، يحمل أسماء مضمرين عمالقة أتوا يستعدون للسباقات القادمة. نبحر في عمق الميدان، نتابع الشاهينية والشاهينية على المقدمة والعاصفة، وهجنها غياث الهلالي يقود مسار الشوط مع هجن العاصفة المركز الثالث، وهذه وبرة لاسمه شيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان. يمع بن عتيج الرميثي المحترف في التضمير يتواجد مع هذا الشعار المركز الرابع، رابع المراكز، وهذه فرق لمعالي الشيخ محمد بن بطيال. بن احمد يتقدم، بينما المركز السادس هجن العاصفه تقدم الشاهينيه، وعلى سابع المراكز وغياث الهلالي في عمليه تضمير. المركز الثامن والتاسع الشاهينيه والشاهينيه من هجن ند الشبا ويضمرهن اللي هو سالم بسعيد على المركز الثامن والتاسع. المركز العاشر هملوله من هجن الرياسه، الظافريات علي بن يميل من يقدم هجن الرياسة بالشعار الأحمر في هذا الشوط وفي هذا المسار. جميل الشوط واللقايا مشاهدين العزاء في هذه الانطلاقات. أيضا سن مفاجآت، سن سرعة، سن يبدأ في بداية المهرجانات، لأهمية كبيرة. جماهير ومتابعين مشاهدي العزاء ومضمرين يبنون آمال في بداية المهرجان على هذا سن لينطلقوا منه إلى الرموز وإلى الاستعداد البين. عموما على كل حال أعود إلى المركز الأول والشاهينية على رأس حربتي هذا الشوط، ومنفرده عن البقية، منطلقة ماخذ موقع جميل للعاصفة وهجنها وغياث الهلالي يقدم هجن العاصفة، تنطلق الشاهينية وكذلك مركز طلق في هذه العو فرق لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد، يضمرها مختار بن احمد في المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز. هذه وبره لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان، يمع بن عتيج الرميثي يتولى تضميرها، والمركز السادس هذه الشاهينية من هجن ند الشبا يضمرها سالم سعيد. أما المركز السابع والثامن وصل الظافر مع شعار هجن الرياسة علي بن يمي اللي يقدم الهمالي الهملولة وهملولة، والمركز الثامن هجن العاصفة تقدم الشاهينية وغياث الهلالي، والتاسع والعاشرة هملولة وهملولة من هجن الرياسة ومع المضمر علي بن يمي اللوهيبي. هذه العشر المراكز المراكز الأولى للمرة الثانية ذعتها على حضراتكم في هذه الانطلاقات ميدان المرموم الذي يحتضن دائما كل ما هو جميل، كل ما هو جديد، دائما لعشاق الأصايل، لعشاق الأصالة. المقدمين المضمرين هذه النوعيات مستعدين، حاضرين، آمال وطموحات. جماهير كذلك تتابع هذه المؤسسات، ترشح، توقع الكثير. عودة إلى المركز الأول، عودة المركز الأول، هناك الشاهينية على المركز الأول تتقدم، وعلى المقدمة من البداية هجن العاصفة وتأتي الشاهينية المساندة والمنطلقة كذلك في المركز الثاني، وغياث الهلالي في متابعة هجن العاصفة. المركز
فرق لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد، مختار بن أحمد كذلك من المضمرين الرائعين في هذه اللحظات. الكيلو الأخير، الله يا مجمل هذا الكيلو، يا سلام يا سلام، الكيلو المثير، الكيلو الخطير، الكيلو اللي يكون فيه أثارة وحماس وتبادل مراكز والانطلاقات والأوامر بعد الكيلو الأخير. الكيلو الأخير وهجن العاصفة والشاهينية في هذا الاندفاع على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط الشاهينية اللي بالمركز الأول والشاهينية اللي في المركز الثاني كذلك، المنطلقة حاملة رقم واحد اللي في المركز الثاني، يعني يا غيات دخيلك، خلها تتقدم وتي الأول عشان يكون أيضا كذلك تصنيف جميل للقاية في هذا الانطلاق، ولكن يخلفن الهقوات الهجن دائما بأداها بانطلاقتها بتحدياتها. عودة إلى الشاهينية، الشاهينية مشاهدين العزاء في هذه الانطلاقة الشاهينية على المركز الأول، يا سلام ما شاء الله ما شاء الله، شوف 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 الأوامر، شوف الشاهينية نهاية، ما شاء الله ما شاء الله، تندفع بالمركز الأول. تهانينا تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم فزاع على هذا الفوز وعلى هذا الاستعداد. من شكرا يا غياث الهلالي، المركز الأول والثاني الشاهينية والشاهينية والثالثة الشاهينية أيضا هجن العاصفة معالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد، والخامسة هملولة من هجن الرياسة. هكذا كانت النتيجة للمرحلة المتقدمة. أما توقيتنا مع الشاشة دبي ريسنج مع مخرجنا عبد الله وادي متابعته في السلسة والجميلة في هذه الانطلاقة، هذا التوقيت، هذا التوقيت على الشاشة 7:34 بالوفاء والتمام، توقيت ممتاز ورائع للشاهينية. تهانينا ولهجن العاصفة، تهنئة لغيات الهلالي. المركز الثاني أيضا هجن العاصفة، ولكن بشوف توقيتها 7:38 وثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا، أو 36 وثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة ولغيات الهلالي كذلك. والمركز الثالث 7:38 ثلاثة أجزاء من الثانية أيضا هجن العاصفة الشاهينية، تهانينا لغيات الهلالي.